السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس أحمد صبري في فيديو جديد. والنهاردة هنشرح مشكلة بتواجه ناس كتير، وهي عدم تغطية إشارة الواي فاي لكل الشقة، أو إن الإنترنت مش بيوصل لغرف في الشقة، أو مش بيوصل لأماكن معينة في الشقة أو في الفيلا أو في المكان الخاص بيك. طبعا المشكلة دي بيبقى ليها كذا سبب. من أهم الأسباب اللي بتسبب المشكلة دي، وهي إن الراوتر عندك بيبقى ليه زي مسافة محددة، أو نقدر نقول الإشارة بيبقى ليها مسافة بتنتهي عندها، بعد المسافة دي مش هتلاقي إشارة، أو الإشارة أو مش هتلاقي نت بمعنى أصح. طيب إزاي نقدر نحل المشكلة دي؟ عندنا كذا طريقة. أولها إن في حاجة عندنا اسمها مقوي إشارة أو أكسس بوينت، زي اللي موجود قدامنا في الصورة. الأكسس بوينت ده بيبقى ليه حاجة اسمها أنتنة، اللي هي شبه القلم مثلا دي، والجهاز اللي قدامنا ده 3 أنتنة. تمام، 3 أنتنة. الـ3 أنتنة دي بتعمل على تقوية الإشارة في المكان، يعني احنا نقدر نحطها في الشقة تقوي إشارة الراوتر الأساسي، بحيث ان النت يوصل لباقي الغرف. تمام، طيب ده نوع من انواع الاكسس بوينت. الاكسس بوينت ده بيتوصل بسلك من الراوتر الرئيسي، او بيتوصل واي فاي، يعني بياخد اشارة واي فاي ضعيفة ويبدأ ان هو يقويها. بس لازم المكان اللي يتحط فيه الاكسس بوينت لازم يكون لاقط اشارة واي فاي من على الموبايل معاك، ساعتها نقدر ان احنا نركب الاكسس بوينت ده. تمام، في نوع تاني. النوع ده هو اكسس بوينت برضو، بس 2 أنتنة. تمام، 2 أنتنة، بيبقى اقل شوية في المدى بتاعه او في تقوية الاشارة، برضو بيتوصل بسلك او بيتوصل واي فاي. تالت نوع عندنا، وهو ده اسمه ريبيتر. الاول كان اسمه اكسس بوينت، ده اسمه ريبيتر. الريبيتر بيبقى ليه وظيفة، وهي تقوية الاشارة برضو، ولكن بيبقى بدون سلك، يعني وظيفته ان هو يقوي اشارة الواي فاي، بياخد اشارة واي فاي ويطلع اشارة واي فاي اقوى. طبعا حابب اضيف ان احنا بنقدم خدمة تركيب أجهزة تقوية الإشارة زي الأكسس بوينت والريبيتر داخل محافظة القاهرة. تقدر تبعت لنا رسالة واتس على الرقم الموجود أسفل الفيديو، تمام، بحيث إن أنت تتواصل معانا، نعمل لك كونفيجريشن، ولو احتجت جهاز أو أكتر بنشوف المكان عندك يحتاج كام أكسس بوينت. وبكده يكون الفيديو انتهى. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا زر اللايك عشان يوصلكم كل جديد. وعندنا فيديوهات تانية على القناة لحل مشكلات انتهاء الباقة ومشاكل الانترنت عامة. شكرا.